السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي ممكن يكون عندي عدد من الأعمدة في المشروع وليكن بالشكل دوت، وعايز كلهم أعمل لهم روتيشن. تمام، ده لو عملت سيلكت ليهم وقلت له اعمل روتيشن بالشكل دوت، هيعمل لهم كلهم مرة واحدة. يعني مفيش حل ان انا امسك كل واحد واحد واقول له ايه اعمل روتيشن لنفسك حوالين نفسك. طيب ممكن اعمل ايه في حاجة زي كده؟ استعين بالداينامو. اروح داخل هنا على قائمة مانج ولا هنا داينامو، مست داينامو ان الحاجة اللي ممكن تاخد مني وقت كتير هعملها مرة واحدة، وبعد كده في اي مشروع اقدر استخدمه. اقول له نيو، هبدأ بقى اشوف انا محتاج ايه. محتاج ان انا اعمل سيلكت العناصر اللي موجودة في قلب المشروع، فاقول له سيلكت اليمنت، سيلكت اليمنت سيلكت موديل اليمنت اهيت. طيب وعايز اقول له بقى سيت روتيشن، محتاج بقى ان انا اديله الدرجة اللي هيلف بيها. طيب فادوس هنا واقول له ايه كود، كود بلوك، وابدا اكتب الرقم وليكن مثلا 30، واروح مديله العلامه ديت. وبعد كده هبدا اسحب واحط هنا. تمام، ممكن اخليها اوتوماتيك او مانيوال. بعد كده هقول له سيلكت وابدا اعلم على العناصر كلها. تمام، وابدا اقول له الزاويه اللي انا عايزها قد كده. خلينا نعمل زوم واقول له رن، هتلاقي كلهم لف مره واحده. طيب خليها مثلا 60، صفر صفر، يبقى هو كود بسيط جدا. سيلكت موديل اليمنت، هبدا اعلم على العناصر كلها انا عايزها. فاميلي انستنس سيت روتيشن، وبعد كده عندي هنا جزء خاص بالزاويه اللي انا عايزها دي اللي هو كود بلوك.